ايه رأيك؟ يا للش هظبطك. ظبط ايه رأيك في النفس الدور؟ يا للش. خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسة دي. بوسه يا اصغر الحكايه اسود. انت عارف لو الهروب دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا ايه؟ يوه يا عم ما تقلقش، انا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربية الخضار، عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل. طب افرض السواق ده مظبط مع الحكومة. يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه. انا بطمن بس. طب خلصنا ده، انتوا واثقين من السواق ده، يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. عندك حق، يلا بينا. زينا عزينا. شوف يا ادهم بيه، الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعك، وهو بصراحه كده خلقه ضيق، وانت كل شويه تقول لي مش دلوقتي، الاسبوع اللي جاي، الاسبوع اللي بعده. انا عايزك تقول لي بالظبط وبصراحه كده ومن الاخر ايه الحكايه. مفيش حكايات ولا حاجه. الله، يعني انت ما تقدرش تعمل حاجه؟ اديني مستني رياض باشا ياخد اجازه، ياخد فرقه، يطلع مأموريه. ده انا جسيته بس ان انا ندخل تلفزيون او كاسيت للباشا كان هيعمل لي محاكمه عسكريه. يعني الحكايه باظت؟ مفيش حاجه باظت، انت مستعجل ليه؟ كل شيء وله وقته. ازيك يا لمبي؟ هربت ولا ايه؟ يا نهار ابيض. خلصني يا عم. متخف؟ هربت ولا ايه؟ متخف؟ خلاص انت هتفضحنا. Thank you.
حاضرين على الموقف يا فندم. انت نفسك يا فندم بس مش يا نادر، مفيش حاجه يا نادر يا نادر. العملية سليمة الحمد لله، هو هيخرج على العناية. مفيش زيارة قبل 3-4 ايام، مفيش داعي خالص لوجودكم هنا دلوقتي. تقدروا تتفضلوا. يعني ايه نتفضل؟ انا لازم اخش اطمن عليه دلوقتي حالا. طلعوها بره. طب اتفضلي انت يا هاني، فعلا مفيش داعي لوجودنا. ما اقدرش. ايه مدام، يا مدام يا ريت تهدي. والحمد لله اننا اطمنا عليه. اتفضلي ساعة. اتفضلي وسلك معايا. ادهم، انا مش عايز افكرك بان المبلغ اللي انت خدته ده مش شويه، واي لعب مش هيكون في صالحك. لو صدقت معانا يا ادهم هتشوف ايام ما شفتهاش في احلامك. الشيء الملعون اللي اسمه الفلوس ده بيخلي الدنيا دايما تبقى عند طرف ايدك، تغرف منها وتاخد. ده مخ الضابط. بعد الحادثه حصل تلف في المنطقه دي، علشان يعيش كان لازم ننقله الجزء ده من حد تاني. لحسن حظه طبعا ان اللي جه معاه في الحادثه وتوفى كان جسمه بايظ خالص، بس كان لسه مخه سليم. سيادتي خدتي الجزء ده من مين؟ من اللي جه معاه في الحادثه. الليبي الحقيقه يا دكتور، المريض اللي عملت له عمليه بقى ومبهدل الدنيا. انا الليبي وعامل جنب الحادثه. حاسس لجمالك تتصنع. انت حاسس بايه؟ اهدى بس، حاسس بايه؟ انا حاسس بخرم في دماغي. مين ده يا دكتوره؟ انا اللمبي. مش عارفه انت واخد بنجي نام جمل. البنجي ما بيأثرش فيا. طبعا انت نقلتي له مخ من كيف جاز. انا الحمد لله مين؟ ها؟ الشكل ده مش غريب عليا. كهربت المخ زي ده جدا. يعني ايه هينور كمان؟ الله ده ضمن حظي ده كمان. اوعى. ده مش رياض باشا يا دكتوره. هي انا مش عارفه، انا اول مره تمر عليا حاله كده. انا اللمبي، انا اللمبي. طب ايه ده؟ ده حد هتبص كده حاجه. من قبل ما تبص. اسمعني. رياض باشا فين؟ من ساعه البوم في بعضه ما اعرفش. انا فاكره لقيت نفسي هنا. انت مش عارفني؟ انا اللمبي. لما اخر حاجه اخليك تساعد معانا حاجه. اعطيتك انت كمان. والله العظيم اقول لك انا اخر حاجه عملتها معاك نظفت الكمينيهات. الكمينيهات الكمينيهات يا عم. انت مش عارفني؟ ده انت جيت لي في وقتك. الله يخليك. اتفضلي يا دكتور، اتفضلي. اروح اطلع اشوف جوزك عايز حاجه ولا اعمل له كوبايه لمونه. هو حضرتك مش واخده بالك من العمليه اللي عملتيها ولا ايه يا دكتوره؟ والله العمليه نجحت، واظن انت شفت مأمور السجن بتاعك وهو فايق وبيتكلم. اللي فايق السجين الهربان مش المأمور بتاعنا يا دكتوره. احنا مهمتنا انقاذ المريض، سجين بقى مأمور السجن. الفلوس دي مش عندنا، انا شخصيا ما درستهاش في الطب. الحكايه مش بالسهوله اللي بتتكلم بيها دي يا دكتوره. انت عملتي جريمه هتوديكي في 60 داهيه.
انت مجنون؟ مجنون. انت خدتي موافقه حد قبل العمليه؟ خدتي موافقه اهل الميت؟ خدتي موافقه اهل رياض باشا؟ والله ينقذ حياه الناس، مفيش شيء استئذان. انت بتجربي في دماغ الناس يا دكتوره، ادي لوحدها نقابيا توقفك عن العمل بخير المتاجره في الاعضاء. حصلش. حليني على ما تثبتي العكس، تكون سمعتك بقت في الحضيض. واه الدكتور يا دكتوره غير سمعه. للاسف يا دكتوره انت انتهيتي، ومن مصلحتك محدش يعرف حاجه عن اللي حصل ده، وانا من ناحيتي مش هجيب سيره لحد عشان انا راجل جدع. وانت دكتوره برضو ليك اسمك ومركزك وسمعتك ومش وش بهدله. ولا انت وش بهدله؟ الاسم لمبي عبد الله احمد، 24 قضية سرقة لعمه فقط. الحالة الاجتماعية أعزب ويقيم بشقة أحد أصدقائه بالسيدة زينب. يعني الواد ده مقطوع من شجرة وملوش متوى. فرصتك يا آدم. طارت كده. انا اللي حاسس، بس بضرب واحد تاني. مش عارف اتوب، مش عارف اتوب. ايه اللي حصل لك انت سهران؟ سعادتك رياض باشا. انا مش رياض، انا لمبي. كنت مين؟ كنت. انما دلوقتي سعادتك رياض باشا بشحمه ولحمه. فندم يا عم، هو في حد نادى عليك ولا انت بتخوفنا بزورك؟ اما معروف انا لسه كنت قدام المرايه في المستشفى دلوقتي، جالي دخول في عقلي. انا مين؟ انا مش ناقص بسيطك لمبي. عندك حق يا ابني. اسف. أنا شخصياً مش عارف أوصل لك الحكاية دي إزاي. حكاية الموضوع يا ابني.